على خلفية دخول أعداد كبيرة من الزائرين إلى كربلاء، باشرت القوات الأمنية بقطع طرق مركز المدينة أمام العجلات باستثناء المشمولة بخطة زيارة العاشر من محرم الحرام، مع توفير طرق الوقاية من فيروس كورونا في جميع الأزقة والشوارع المؤدية إلى المراقد الدينية. كربلاء متعرف على لديها هذه الزيارة، وهي زيارة محلية، زيارة العاشر من محرم الحرام. بدأت عندنا المواكب منذ بداية محرم، والحمد لله كان هناك التزام جيد بالتوجيهات التي صدرت سواء من المرجعية أو من المرجعيات الصحية، تباعد اجتماعي جيد، ارتداء الكفوف والكمامات، تعفير المجالس، بل في بعض الحسينيات وفي بعض المجالس لا يسمحون بدخول أي شخص دون ارتداء هذه الكمامة، وهذا أعتقد نقلة جيدة بالوعي، والحمد لله التزام ممتاز. يوم العاشر من محرم الشعيرة الأهم بالنسبة كحكومة محلية، يعني أخذنا بعض الاستعدادات، غطينا كل المنطقة في حقيقة تعفير جيد لهذه المنطقة، وأيضا راح يكون يوم العاشر شغلنا رشاشات من فوق الزائرين بالإضافة إلى تسقيف هذه المنطقة، وهنالك الكثير من مرشات التعفير سوف تستخدم يوم العاشر من محرم الحرام، ونحاول جهد الإمكان أن نوجد هذا التباعد بالتنسيق مع العتبات المقدسة وأصحاب المواكب الحسينية الذين يقدمون الخدمة في هذا الموسم. العتبات الدينية أكملت التحضيرات لاستقبال الزوار، إلى جانب الاستعداد لركضة عزاء طويرج بتهيئة سبل الوقاية وتخطيط الشوارع وتوفير المرشات للتعفير والتعقيم، تطبيقا للشعائر الحسينية واستنادا إلى إرشادات المراجع الدينية. وفرنا المواد الغذائية، ولكن أكو فد مسائل أفضل من المواد الغذائية، وهي المطهرات والمعقمات والكفوف والكمامات، تحاشيا لهذا الوباء الشرس الذي لا يرحم صغيرا ولا كبيرا. فعلى كل المواطنين وزوار الحسين ولاعتهم حب للإمام الحسين امتثال بقول المرجعية. المواكب الخدمية لها الدور الأكبر في متابعة استقبال الزائرين في كربلاء من خلال توفير الطعام والمنام لحين انتهاء زيارة عاشوراء، مع اتباع إرشادات صحية والالتزام بها. احنا في ليالي عاشوراء مستمرين رغم الوباء، مستمرين بالخدمة الحسينية، والحمد لله والشكر الله موفقنا، وهالي كربلاء المقدسة مستمرين وجبة فطور، وجبة غداء، وجبة عشاء. جهود استثنائية تقدمها جميع الدوائر الأمنية والخدمية بالاشتراك مع خدام العتبات الدينية وأصحاب المواكب الحسينية لحين انتهاء زيارة عاشوراء. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.